هلا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. متجه ان شاء الله الى الصين بدعوه من شركه شيري العالميه، وايضا وكيله في المملكه العربيه السعوديه سنابل الحديثه، احدى شركات محمد يوسف ناغل السيارات. توكلنا على الله هنا ممر السعاده، ومعانا مين؟ محمد كشك. وين يا محمد؟ والله شوف دائما بشوفك، لكن فرصه سعيده انه تصادفنا. اهم شيء الذكيه موجوده. شوف المرة هذه الذكية دخلت جوت الطيارة، خلاص الآن استسلمت. والمرة أنا أجيب العيد بنفسي، أنا عادة أختار الكرسي جهة الشباك، لكن المرة هذه اخترت بنفسي هنا، ما أدري ليش، لكن إن شاء الله خير بإذن الله. شغلة ثانية طبعا كذا تصميم المقعد جميل. طبعا بامكانك تخلي الكرسي بوضعيه السرير وتنام وتاخذ راحتك، وهنا التحكمات الخاصه بالكرسي بالكامل. اهم شيء عندي منافذ الشحن والكهرباء، لازم اشحن الاجهزه. هنا عندنا المنيو، اهم شيء في اللغه العربيه. طبعا الشيء الجميل هنا ما في وقت معين، فخلاص وقت ما انت تبغى تطلب العشاء تقدر تكلمهم تطلب العشاء اللي تبغاه. طيب الان احنا فوق مكه تقريبا، وعلى فكرة الطيارة فيها نت مجاني إذا عندك عضوية في الخطوط القطرية تقدر تستخدم الإنترنت لمدة ساعة. وصل العشاء ما شاء الله تبارك الله. طبعا السالمون مدام موجود في القائمة فهو المفضل عندي. هذه هنا إيش الملاعق والأشياء، شوفها حتى من شاشتي أقدر أشوف الهبوط لايف. طبعا هذه الكاميرا كذا نقول الحمد لله على السلامة، وصلنا لايف على طول في مطار دوحة. الذكية جدا تنبسط، ليه؟ الأرضية هنا ناعمة بطريقة فما تعاني، شوفوا ما تعاني ابدا. بما انك حاجز بزنس او فرست كلاس فلك بوابات خاصه، اكيد انت عرفت الان احنا فين. اهم شيء الدبدوب هذا من معالم قطر. يا سلام يا سلام، جولة بانورامية على مطار الدوحة في قطر. طبعاً احنا راكبين فرست كلاس، فبالتالي نقدر نركب جولف كار ونروح اللونج. ما شاء الله يا المطار كبير، الحمد لله ان ركبنا ايش الجولف كار، ولا قسم بالله كان ضربنا مشوار. يا الله ذكريات كاس العالم. طبعا انا جيت قطر مرتين بس يعني ما لفلفت، لأن دائما نيجي متأخرين، يعني يدوب نلحق الرحلة. اللي اكتشفت اليوم إنه ما شاء الله مطار دوحة جدا كبير. طبعا أنا قاعد أدوخكم عشان ما تشوفوا الناس هنا. اللونج هذا من لويس فيتون ولا إيش؟ الذكية هنا هنا هنا. راحت راحت راحت. طبعا هي لما تجيها إضاءة قوية أو شمس تنعدم الرؤية عندها. في لونج تبع لويس فيتون، بس هذا لونج مستقل يعني. كذا شكل اللاون، شوف الجلسات هذه كيف خشبيه بس بتصميم 3D. شوفوا اطلاله اللاونج كيف، شوف على الحديقه. اول مره اكتشف مرافق مطار قطر. هنا لقيت قسم جميل اللي هو قسم السوشي، وهنا حسب الطلب يعني. تمام شوفوا قدامكم على طول، وطلبنا السوشي. يا سلام، عاد ما ادري الطعم كيف، ما ادري الله يستر. الصورة تتحدث، صلاة على النبي. صراحة سوشي بطل يعني، يوم من الايام لو جيت قطر ودخلت اللونج اطلب السوشي وعلى الطلب. طبعا انا طلبت كل الاشياء مطبوخة، عندهم اشياء غير مطبوخة لكن قلت لهم نوع لي بس مطبوخة، فهي اغلبها ايش مدخنة يعني، هذا القصد. اسرع جلسة في اللونج يعني تخيلوا تحديدا نص ساعة. خلاص الان موعد رحلتنا، لازم نمشي. احنا المطار كبير بس عندهم جولف كار، فبالتالي توصل للمطار بكل سهولة. والله الرحلة كانت بتروح علينا، لك الحمد لله. يلا 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 ذكية، شد حيلك شد حيلك شد حيلك. ايوه ايوه، هنا 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 هنا. ايوه يلا يلا يلا. المهم فيلا توكلنا على الله الى الصين. الى الصين شنغهاي. يلا يا مدير. عز الطلب الشبشب هنا، البيجامه يعني تجيك احلى نومه. هذا الشباب حق النوم، في هنا كريمات ولوشنات، في هنا توقع احنا لنا ساعه تقريبا اقلعنا. ايش في مدير؟
ما شايفين الملاعب. الخريطة. ابو ظبي اخذت لي غفوة كده ابو قريب 4 ساعات بس متقطع اكيد يعني. فالان طلبت تقريبا فطور بحكم ان الان حسب توقيتي البيولوجية قريب الساعة 9 توقيت السعودية، واحنا باقي لنا تقريبا ساعتين يعني. فجابوا لي صحن فواكه اول شيء من الكروسان، من الكروسان درجة الحرارة الخارجية تقريبا 27. تخيلوا هذا مطار غير المطار اللي صورت لكم قبل شوية، يعني اقصد انه في اكثر من مبنى، مطار جدا عملاق. المرة الماضية جينا بالخطوط الصينية فبالتالي وقفونا في مكان مختلف. هذه اتوقع الخطوط الصينية الداخلية. شوف هذه الطيارة دورين ما شاء الله، برضو الإماراتية دورين وأكبر، دورين بالكامل. شو السيارة الصغيرة هذه هي اللي جالسة تدل الطيارة على موقفهم. عجيب والله. عجيب. وهذه الطيارة الكبيرة توقع هذه الخطوط الإثيوبية. والحمد لله على السلامة. هذه الطائرة اللي جينا فيها. في الأجهزة هذه كل اللي عليك تحط الجواز وعلى طول تطلع لك الورقة هذه. إذا أنت جاي الصين لأول مرة راح يطلبوا منك إنك تبصم. أنا ما طلبوا مني لكن الشباب اللي معايا بصموا. أهم شغلة لما تيجي الصين وأصعب شيء هذه الورقة عشان تعبونه بطريقة صحيحة. أول شيء هنا تكتبوا الاسم الأخير أو اسم العائلة، وهنا الاسم الأول حلو، بعدين هنا الجنس يعني ذكر أو أنثى، هنا الجنسية، بعدين هنا تاريخ الميلاد، اسمك بالصيني أنا كتب بالإنجليزي يعني نفس الاسم الإنجليزي، هنا رقم الجواز، بعدين هنا رقم الفيزا، هنا ما اخترت شيء صراحة، بعدين هنا رقم الرحلة اللي انت جيت عليها، بعدين هنا نوع التأشيرة تبعك. احنا طبعا بيزنس، فيزيتنج بيزنس، اخترنا بيزنس، فاذا تأشيرتك سياحية حتختار سياحية. بعدين هنا بيرسونال فون نمبر اللي هو رقمك الخاص، رقم جوالك الخاص. بعدين هنا ايش المدينة اللي راح تزورها، مثلا احنا بنزور شنغهاي وهو، فسجلنا وهو بس. وبعدين هنا تكتب عنوان الفندق وبعدين المدينة اللي فيها الفندق. اخر شيء هنا عندنا شغل مهمة جدا، هل انت عندك حجز العودة او لا؟ اذا عندك ايوه حتكتب نعم، بعدين تكتب هنا تاريخ المغادرة ورقم الرحلة، بعدين هنا تكتب يعني اذا عندك احد هنا في الصين تعرفه، مثلا احنا عندنا شركة شيري فكتبنا نعم، وهنا كتبنا الاسم شركة شيري وكتبنا رقم الشخص المسؤول عن شيري. بعدين هنا اخر سنتين ايش الدول اللي زرتها، فمثلا انا زرت عمان، زرت قطر، زرت دبي، سجلت الدول هذه وتوقع هنا وان شاء الله بالتوفيق. الورقة هذه حتعبيها بعد ما توصل المطار وبعدها حتمسك سيرة، فيعني الشغلة فيها شوية مرمطة لكن هذه هي الاجراءات. الحمد لله على السلامة. وهنا عندنا شيري في استقبالنا. والله الجو حمار، الجو حماس. هذا مطار شنغهاي. أعطيكم معلومة، الآن شايفين اللوحة الزرقاء هذه للدلالة أن السيارة محركة بنزين. إيش السيارات اللي تحمل لوحات خضراء؟ اللي هي الكهربائية بالكامل، تمام. فمثل عندنا التسلا هذه، تمام، شوفوا لوحتها خضراء فهي كهربائية. كذا نقول الحمد لله على السلامة. تقريبا أنا كملت 24 ساعة. الساعة الآن شوفوا كم، 6:07، تمام، أيوه 7:07. أنا خرجت من بيتي أمس الساعة 7:30 تماما، الآن 7:08 قريب 8 الآن، يعني 24 ساعة من يوم ما خرجت من بيتي إلين وصلت هنا. يعني راح من حياتك 24 ساعة في السفر. طيب شوفوا تصميم الغرفة، في بالي أهم شيء تصميم مرتب صراحة، بس خلاص الواحد مرهق. بالنسبة للإطلالة أصور لكم في الصباح.